بعض الدول العربية أم لأسباب تتعلق بالدولة المستضيفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن الأسباب كما وضعتها حضرتك في ثلاث محاور، يعني وتتنوع تحت هذه الثلاث محاور. يعني أنا قرأت قبل أيام تصريح لمندوب العراق للجامعة العربية قيس العزاوي، يقول لا يمكن إلغاء القمة لأن هذا معناه إلغاء جامعة الدول العربية. فكيف ربط هذين الموضوعين مع توفر كثير من أسباب عدم عقد القمة في الوقت الراهن؟ يعني أقدر أقول لك أن الجو العام في المنطقة متوتر، لا يسمح بلقاء قمة منتجة في هذه المرحلة نتيجة المخاض الذي يمر به العالم العربي. الانفلات الأمني في العراق أيضا لا يساعد على عقد القمة هناك، وكما شاهدنا في الأخبار اليوم المظاهرات في شمال العراق وفي جنوبه. أيضا هذه القمة ستضع قرارات مستقبلية، ومن شروط القرارات المستقبلية أو حتى الدراسات المستقبلية هي ثبات الحالة، فكيف سيخرجون بأمور مستقبلية لشأن غير مستقر أصلا؟ يعني دكتور ظافر، ألا تعتقد أن كل هذه الأسباب تدفع إلى وجوب عقد هذه القمة الثانوية في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم العربي وليس تأجيلها؟ لو كان يعني أنا أتوقع من الأخوة في العراق أن يراعوا الظروف التي تمر بها المنطقة. يعني قيل الكثير عن تمسك العراق بعقد هذه القمة أو إصرارهم بعقد هذه القمة في هذا الوقت، يعني وكأنهم ربطوا بقاء الجامعة مع القمة، كأنهم يريدون شرعية حكومتهم بعقد القمة في العراق، كأنهم يريدون إثبات وجود العراق من خلال عقد هذه القمة، وهما أمران مختلفان جدا. فكما قلت يعني إصرار العراقيين لا يبرر عقد هذه القمة. هناك الكثير مما قيل عن الموقف الخليجي، و تم إلباس الخليجيين كأنهم المتهمين بتخريب عقد القمة في العراق، وهذا ليس صحيح. المعطيات في المنطقة العربية جميعها تقول بأن التريث هو الحل الأمثل لعقد قمة ناجحة تخرج بقرارات تخدم الجهد العربي المشترك. طيب